حلا مدينة العيون وفاتحة. لالا فاتحة صباح الخير. اهلا وسهلا لالا هنا، شخبارك؟ شخبار صحيحة؟ الحمد لله، الله يسلمك لالا. خطي كده الطاقم الحمد لله، الله يبارك فيك. كتقترحي علينا؟ كنقترح عليك واحد الكراطان ان شاء الله بالشيفلور. عندنا واحد الراس كبير ديال الشيفلور يكون تقريبا ديك 2 كيلو. عندنا 4 ديال البيضات. نعم. عندنا 2 معالق كبار قزبر ومعدنوس. عندنا واحد 3 ديال الفصوص ديال الثومه، اما مقطعين ولا مشكوكين. عندنا التوابل، كاين عندنا المليحه والبزار، عندنا شويه ديال السكينجبير. عندنا شويه ديال الخرقوم. عندنا 2 معالق كبار ديال الحامض معصرين، اولا 2 معالق كبار ديال الخل. عندنا معلقه كبيره ديال الزيت العاديه. نعم. 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، ومعلقه ديال الزبده كبيره اللي غادي ندهنوا باش ندخلوا للفران. إذن هذه ما فيها لا كفته لا الحمله دجاج لا حتى حاجه. لا انا غير الشيفلور. ايه تبارك الله راه موجود. عين تبارك الله، دابا مع البرد كثير. ندوزو للطريقه. تفضلي. كنسلقوه، نديرو معاه الثومه. نسلق في السليق، غادي نسلقوا معاه الثومه. ايه غنديرو الثومه، غادي نديرو شويه ديال السكينجبير ونص معلقه ديال الخرقوم. وجوج معالق كبار يا اما عصير الحامض اولا الخل. نعم، هادشي في السليق غنديرو معاه الثومه الملحه طبعا ياك. ايه شويه غير شويه. السكينجبير الخرقوم والحامض او الخل. واش الحامض ولا الخل باش ما يطلقناش ديك الريحه؟ لا هو ضروري من ديك الريحه، قولي لي. لا لا كتحيد ياك. الا سلقناه مع الحامض ولا الخل تحيد لنا الريحه. كتحيد، ولا بغيتي واحد العريش ديال الزعتر اولا الزعيتره. كتسلقيه ملي كتبغي تسقي كتحيدي. نعم. وعندنا الفرماج اللي غادي نديرو في التالي. صافي، ملي كيتسلق صافي كنصفيو وكنديرو 4 ديال البيضات، كنكبو عليهم واحد الكاس ديال الحليب. كنخلطوهم مزيان. نعم. عاد داك الحليب والبيض هما اللي فين كنديرو الربيع قزبر ومعدنوس، وكنديرو شويه ديال الملحه غير شويه. شويه ديال السكينجبير، شويه ديال البزار. نعم. وشويه ديال الخرقوم. غير داك الشيء اللي بقى لينا كنديرو شويه مع السليق، ومع هذا كنديرو واحد شويه. نعم. باش يعطي شويه داك اللون. ولكن البيض هو اللي فيه يعني المعنى، فيه القزبر والمعدنوس و فيه كل شيء داك الخليط اللي غادي نكبوه. صافي، كندهن الطاوة بالزبده ونضيفو في المقادير. نضيفو واحد كاس الحليب على داك 4 البيضات. اييه، كنخلطوهم كاملين. صافي، وكنكبوه في التالي. نعم. كندخلو الفران غير واحد قسمين، وملي كنخرجو كنرشو داك الفرماج كامل. ونعاودو الجهد اللي غادي يطيب لينا الفرماج. وها الكراتان هو الصحة والراحة. إذا الشيفلور مسلوق هو أول مرحلة طبعا. مع الملحة ومع سكينجبير شوية الخرقوم الحامض ولا الخل والثومة. بعد ما كيتسلق الشيفلور خصنا يبقى قابط راسو والوريضات يبقاو صحيحين. نعم. اذا كنستفوه في الطاوه اللي غادي ندخلوا الفران، والبيض كناخذوا 4 البيضات، كاس ديال الحليب، كنعملوا معاهم القزبر والمعدنوس، الثومه، الزيت وزيت الزيتون والزبده، راه كندهنوا بها هذيك الطاوه اللي غادي ندخلوا الفران. أيه. صافي، وكنصبوا هذا الخليط فوق من الكغاطان، فوق من الشوفلور. ندخلوه الفران، جهد اللي يطيب البيض كنعاودوا نرشوا عليه الفرماج ونخليه شي شويه يتحمر، وها هو واجد. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك لاله فاتحه، شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. سميتو هذا كيكون في العشاء، غتحطيه غير بوحدو، ولا كان في الغداء راه كترافقيه مع شويه ديال حضر ديال الدجاج ولا شي حاجه. نزيدو معاه شي حويجه. نزيدو معاه شي حويجه. نعم، تبارك الله عليك لاله فاتحه، وان شاء الله نتلاقاوك في اقرب فرصه باذن الله.